طبعا انت يعني ما شاء الله داخل على 13 سنة في النادي الاهلي، فشايف ايه اللي ممكن بيميز النادي الاهلي وبيخليه ليه المكانة الكبيرة دي عامة وسط الجمهور، وكمان العلاقة اللي بين اللعيبة، لعيبة النادي الاهلي بتبقى علاقة مختلفة غير اي لعيبة نادي تاني؟ هو بصي مش سبب واحد، انت ممكن تقولي مليون سبب، مفيش حاجة معينة. ادارات، لعيبة، كل حد بيدخل المكان ده هو عارف السيستم بتاعه، بيخش بيشوف الناس ماشية ازاي، بيمشي زيهم. اي حد بيخرج عن السياق ده بيبقى بره النادي، وكل العالم كله عارف النادي الاهلي ماشي ازاي. مش سبب واحد، هي منظومة كبيرة جدا ماشية، من ادارة، لعيبة، عمال، جهاز طبي، جهاز اداري، اي حاجة، كورة، سلة، كل حاجة بتنجح بسبب النظام. النادي هنا فيه نظام وسيستم كله ماشي عليه، أي حد بيخرج عن النظام بتاع النادي والمبادئ النادي بيبقى بره النادي، وده اللي منجح النادي الأهلي عن أي نادي في مصر وأي نادي في الوطن العربي. نظام وسيستم معمولين كله بيمشي عليه من زمان لحد النهاردة، وهيفضل مدى الحياة الأهلي ناجح بسبب الحاجات دي. شفت عامة يعني النادي الأهلي ما شاء الله السنة اللي فاتت يعني الحمد لله فرح جماهيره، سواء بدوري أبطال أفريقيا، الكاس والدوري، وكمان التألق يعني في كأس العالم للأندية البرونزية. شايف الموضوع ده إزاي؟ موضوع كويس جدا، وفي ايدينا برضه لحد دلوقتي في بطولتين، في ايدينا ناخد 5 بطولات في موسم، وده يبقى حاجة تاريخ لكل اللعيبة. فان شاء الله ربنا يكملها على خير يعني، ودي حاجة كويسة، وجماهير الاهلي دايما دايما في ظهرنا، فدي دي هدية ليهم، اقل الهدايا ليهم ان هي البطولات دي الحاجة الوحيدة اللي بتفرحهم. هي ناس دايما بتساعدنا بدون مقابل، هم مولودين بيحبوا النادي الاهلي وانا واحد منهم، احنا اتولدنا بنحب النادي الاهلي، ما ولا بدون اي حاجة احنا بنساند، كل الناس بتساند الفريق، فده اكيد اقل مقابل ليهم يعني.